بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مواصلة لما توقفنا عليه في العدد الماضي وهو مستقيم مقارب، الآن نتطرق إلى المستقيم المقارب المائل. لاحظ المستقيم المقارب المائل. مقارب يعني يكون قريب جدا لمنحنى الدالة، سواء بجوار الزائد مع النهاية أو بجوار الناقص مع النهاية. لدينا القاعدة تقول إذا كان، أو نقول لدينا f دالة عددية لمتغير حقيقي، نعم، ولدينا cf تمثيلها البياني في معلم OEG، نقول أن المستقيم دلتا ذو المعادلة إي تساوي AX زائد B، حيث A عدد حقيقي غير معدوم و B عدد حقيقي. نقول أن هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل لسي اف عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية على الترتيب، متى يكون هذا المستقيم مقارب مائل؟ يعني نهاية الفرق اف اكس ناقص AX زائد B لما X تؤول إلى زائد من النهاية تساوي الصفر. وهنا نهاية لما X تؤول إلى ناقص من النهاية FX ناقص AX زائد B تساوي الصفر. يعني إذا طلب منا إثبات أن المستقيم Y تساوي AX زائد B هو مستقيم مقارب مائل، نقوم بحساب نهاية الفرق عند الزائد من النهاية نجد تساوي صفر، أو عند النقص من النهاية تساوي صفر، أو عند كليهما نقول بأنه مستقيم مقارب مائل لCF بجوار ما لا نهاية عند النقص وعند الزائد. إذا الطريقة هي الأولى هي أن نقوم بحساب نهاية الفرق. واضح؟ لدينا ملاحظة. إذا كانت هذه الدالة F مكتوبة على الشكل AX زائد B زائد دالة أخرى HX، وكانت نهاية HX لما X تؤول إلى الزائد ما لا نهاية أو النقص ما لا نهاية تساوي صفر، فنقول أن المستقيم ذو المعادلة Y تساوي AX زائد B هو مستقيم مقارب مائل لCF بجوار ما لا نهاية، يعني طبعا بجوار الزائد ما لا نهاية أو بجوار النقص ما لا نهاية. إذا طلب منا أن CF يقبل مستقيم مقارب مائل، يمكن أن نقوم بنهاية الفرق عند ما لا نهاية التي تساوي صفر. وإذا كانت الدالة F مكتوبة بهذا الشكل، يعني AX زائد B زائد دالة، وكانت نهاية هذه الدالة عند ما لا نهاية تساوي صفر، فنقول بأن هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل. إذا لاحظ معي بالنسبة إلى هذه الملاحظة، نقوم بدراسة مثال أو مثالين حتى يفهم التلميذ معنى هذه الملاحظة. مثال لدينا مثلا fx تساوي 3x زائد 5 زائد 1 على x، ويقول اثبت ان cf يقبل مستقيم مقارب مائل. لاحظ معنا لدينا هذه الداله 3x زائد 5 هي مثل ax زائد b، ولدينا 1 على x في هذه الحاله هي hx. اذا ماذا نقول؟ نقول بان لدينا نهايه
نهاية واحد على الإكس. لما إكس تؤول إلى زائد من النهاية أو ناقص من النهاية تساوي صفر. إذن المستقيم إكراك تساوي 3 إكس زائد 5، المعادلة إكراك تساوي 3 إكس زائد 5 هو مستقيم مقارب مائل لسي إف بجوار المن النهاية، زائد من النهاية أو ناقص من النهاية. واضح؟ يعني لاحظ مثلا لو كانت هكذا أيضا 2 إكس زائد 3 على أو على إكس مربع ناقص 1 بهذا. نلاحظ أيضا أن هذه النهاية، هذه النهاية 2 إكس زائد 3 على إكس مربع ناقص 1 تساوي نهاية هذه الدالة الناطقة، يعني نهاية الحد الأعلى درجة في البسط اللي هو 2 إكس على الحد الأعلى درجة في المقام اللي هو إكس مربع، وتساوي نهاية 2 على إكس لما القيمة المطلقة إكس تؤول زائد من النهاية وتساوي صفر. إذا هذا المستقيم أيضا هو مستقيم مقارب مائل. لكن لاحظ إلى شيء مهم جدا، حذار إلى هذه الملاحظة. أحيانا تجد هذه الكتابة مكتوبة هكذا مثلا 3 إكس مربع زائد إكس ناقص 1 على إكس مربع زائد 2 مثلا. عندما يلاحظ تلميذ هذه الكتابة يقول بأن المستقيم 3 إكس زائد 5 هو مستقيم مقارب مائل اعتمادا على هذه الملاحظة. لكن لاحظ معي أن هذه الدالة 3 إكس مربع زائد إكس ناقص 1 على إكس مربع زائد 2 تساوي نهاية الحد الأعلى درجة في البسط اللي هو 3 إكس مربع على الحد الأعلى درجة في المقام اللي هو إكس مربع، وتساوي كم؟ تختزل إكس مربع مع إكس مربع كم تساوي؟ تساوي 3. لاحظ معي هذه الدالة نهايتها عند الزائد من النهاية أو النقص من النهاية لا تساوي صفر، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل. إذا لاحظ معي هذه النهاية الملاحظة أنها مهمة جدا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أ إكس زائد ب زائد دالة ونهاية هذه الدالة تؤول إلى الصفر. إذا في هذه الحالة هذه الدالة لا تؤول إلى الصفر بل تؤول إلى 3، لذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل. واضح؟ مهم جدا هذه الملاحظة. يعني يمكن أن تكون في أسئلة صح أو خطأ يقول بأن اف اكس دالة معرفة كما يلي، والمستقيم اي كراك تساوي 3 اكس زائد 5 هو مستقيم مقارب مائل، هل هذا صحيح أم خطأ؟ نقول خطأ. لماذا؟ لأن هذه النهاية لا تؤول إلى الصفر عندما يؤول اكس إلى المن النهائي. مهم جدا هذه الملاحظة. ونمر الآن إلى تمرين. إذا لدينا هذا التمرين التالي يقول اف اكس دالة معرفة كما يلي اكس مربع ناقص اكس زائد 5 على اكس ناقص 1. السؤال الأول هو عين مجال تعريف الدالة اف، ثم احسب نهاية الدالة اف عند أطراف مجال التعريف، ثم نعين الأعداد الحقيقية أ بي سي بحيث أ اف اكس تساوي أ اكس زائد ب زائد سي على اكس ناقص 1. وهذا هو السؤال المهم جدا لأنه يتعلق بدرسنا اليوم. ثم استنتج ان سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار من، يعني هذان السؤالان مهمان جدا لانهما يعني يعتمدان على هذا الدرس تاع اليوم، مستقيم مقارب مائل. بالنسبه الى مجال تعريف دالة اف، بما ان دالة اف هي دالة ناطقة لانها عبارة عن حاصل قسمة كثيري حدود فهي معرفة من اجل رقم ولا يساوي صفر. يعني نقول واحد، نقول ان اف معرفة من أجل x ناقص 1 لا تساوي صفر، أي x لا تساوي 1، ومنه df تساوي r ما عدا الواحد، أي من ناقص ما لا نهاية إلى 1 اتحاد 1 زائد ما لا نهاية. إذا هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني قال احسب نهاية الدالة f عند أطراف مجال التعريف. لدينا نهايتين بسيطتين هما ناقص من النهاية وزائد من النهاية لأنهما يعتمدان على الحد الأعلى درجة في البسط، الحد الأعلى درجة في المقام. نقول أن نهاية الدالة f لما x يؤول إلى ناقص من النهاية تساوي نهاية الحد الأعلى درجة في البسط، الحد الأعلى درجة في المقام، يعني x مربع على x، وتساوي نهاية لما x تؤول إلى ناقص من النهاية x
وتساوي نفس ما لا نهايه. واضح؟ بسيطه جدا. بالنسبه الى زائد ما لا نهايه نفس الشيء، نهايه اف اكس اما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تساوي نهايه اكس لما اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه وتساوي زائد ما لا نهايه. سؤال بسيط جدا. اما الان بالنسبه الى الواحد بقيم صغرى والواحد بقيم كبرى، لاحظنا في الدرس الماضي بانه يجب علينا ان ندرس اشاره المقام. لماذا؟ حتى تحدد لنا اشاره الصفر، هل هو صفر موجب او صفر سالب. لاحظ معي الان، نهايه اف اكس لما اكس يؤول الى الواحد تساوي نهايه اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 5 على اكس ناقص 1 لما اكس تؤول الى الواحد وتساوي هكذا ناقص 2 زائد 5. اذا نعوض الواحد في مكان اكس يصبح واحد مربع، واحد وهنا واحد. كم تساوي هذه؟ لدينا واحد ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 زائد 5 لدينا 4. واحد ناقص 1 هي 0، واي عدد على الصفر يؤول الى ما لا نهايه، يؤول الى ما. الان هل هذه زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه؟ لابد علينا الان ان ندرس اشاره المقام. ندرس اشاره المقام هنا فقط. لدينا هنا اكس وهنا اكس ناقص 1، تنعدم عند القيمه 1 اقل منها عكس اشاره ا، يعني عكس العدد او اشاره العدد المضروب في اكس اللي هي ناقص، وهنا زائد، يعني الصفر بقيم صغرى يكون صفرا سالبا والصفر بقيم كبرى يكون صفر موجب. لذلك عندما يكون اكس يؤول الى الواحد بقيم كبرى يكون هذا الصفر صفر موجب، والبسط موجب، موجب على موجب تعطينا زائد ما لا نهايه. نعم. ونهايه اف اكس لما اكس تؤول الى الواحد بقيم صغرى تساوي نفس الشيء 4 على صفر سالب وتعطينا ناقص ما لا نهايه. ماذا نستنتج الان حتى وان كان السؤال هذا غير مطلوب؟ ماذا نستنتج بيانيا؟ لاحظنا في الدرس الماضي بانه اذا كانت نهايه اف اكس لما اكس يؤول الى ا تعطينا ما لا نهايه، فان المستقيم اكس تساوي ا هو مستقيم مقارب. لاحظ الان نهايه اف اكس لما اكس تؤول الى الواحد سواء بقيم كبرى او بقيم صغرى وجدنا النهايه ما لا نهايه، يعني هنا زائد ما لا نهايه وهنا ناقص ما لا نهايه. اذا نقول ان المستقيم اكس تساوي واحد هو مستقيم مقارب لسي اف. يمكن ان نتوقف هنا ويمكن ان نضيف يوازي محور التراتيب. نعم. ثم الآن نجيب على السؤال الثالث. الآن نقوم بتعيين الأعداد الحقيقية A B و C بحيث الدالة Fx يمكن أن تكتب على هذا النحو Ax زائد B زائد C على X ناقص 1. هذا سؤال مهم جدا ولديه يعني أكثر من طريقة حتى نستطيع الحصول على A B و C. نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى وهي نقوم بتوحيد المقامات ثم المقارنة حتى نتحصل على A B و C. إذن بتوحيد المقامات لدينا AX زائد B زائد C على X ناقص 1 تساوي، نوحد المقامات الآن، هذه مقامها 1 يعني تصبح AX زائد B في X ناقص 1، AX زائد B في X ناقص 1 زائد C في 1 يعني C على X ناقص 1. نعم، نقوم الآن بالنشر. AX في X تعطينا AX مربع ناقص AX زائد BX ناقص B زائد C على المقام X ناقص 1. ثم نقوم الآن ب يعني هنا نخرج X عامل مشترك ونترك هنا X مربع وهنا هذا المقدار يعني ما فيش X. لذا تساوي AX مربع زائد
بي ناقص ا، بي ناقص ا في اكس، او تخرج الناقص ا المشترك تصبح ا ناقص بي في اكس. واضح؟ ناقص بي زائد سي على اكس ناقص 1، هذه هي ا اكس زائد. اذا لو نضع مثلا، نضع اف اكس تساوي، تصبح هذه هي اف اكس، ولدينا من جهه اخرى اف اكس تساوي اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 5 على اكس ناقص 1. لاحظ معي بالمقارنه، بالمقارنه لدينا العدد المضروب في اكس مربع كم هو؟ ا، والعدد المضروب في اكس مربع هنا هو 1، يعني ا تساوي 1. العدد المضروب في اكس هنا هو ب ناقص ا، ب ناقص ا، والعدد المضروب في اكس هنا هو ناقص 2، حذاري ناخذه بالاشاره هنا ناقص 2. والعدد يعني ما فيش اكس ناقص ب زائد سي، ناقص ب زائد سي، والعدد الذي ما فيش اكس هو 5. يعني من هذا ينتج لنا لانه ا تساوي 1، نعوض ا تساوي 1 في 2 تصبح ب ناقص تساوي ناقص 2، نعوض ال ا بقيمتها اللي هي 1. ماذا ينتج هنا؟ ينتج ان ب تساوي 1 ناقص 2 تعطينا ناقص 1، ثم نعوض ال ب تساوي ناقص 1 هنا تصبح ناقص 1 زائد سي تساوي 5، ينتج لنا ان ناقص في ناقص تعطينا 1، جبنا شوي ناقص 1، 5 ناقص 1، يعني ان سي تساوي 4. اذا اف اكس تساوي، اف اكس تساوي ال ا كم وجدناها؟ هي 1 يعني اكس، ال بي وجدناها ناقص 1 يعني ناقص 1، والسي هي 4 تصبح زائد 4 على اكس ناقص 1. هذه هي الطريقة الأولى، وهي باستخدام توحيد المقامات ثم المقارنة. واضح؟ هذه الطريقة الأولى. نمر الآن إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أيضا بسيطة جدا. الطريقة الثانية وهي طريقة القسمة الإقليدية. الإقليدية يعني نقوم بتقسيم إكس مربع ناقص إكس زائد 5 على إكس ناقص 1. إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 5 على إكس ناقص 1. الآن ما هو العدد الذي يضرب في إكس حتى يعطينا إكس مربع هو إكس؟ اكس في اكس تعطينا اكس اس 2، اكس في ناقص 1 تعطينا ناقص اكس. سواء نقوم بعمليه الطرح او عكس الاشاره والجمع، يعني نعكس الاشاره ونجمع، اكس مربع ناقص اكس مربع تعطينا 0، ناقص 2 اكس زائد اكس تعطينا ناقص اكس زائد 5. ما هو العدد الذي اذا ضرب في اكس يعطينا ناقص اكس هو ناقص 1؟ ناقص 1 في اكس تعطينا ناقص اكس، ناقص 1 في ناقص 1 تعطينا زائد 1، ثم نقوم بعملية الطرح أو عكس الإشارة والجمع، ناقص إكس زائد إكس تعطينا 0، و5 ناقص 1 تعطينا 4. نحن نعلم بأنه في القسمة مثلا لو نقسم 10 على 7 مثلا تعطينا 1 في 7 والباقي 3، تصبح 10 تساوي 1 في 7 زائد الباقي اللي هو 3. الآن لو نقول بأنه إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 5 ماذا تساوي؟ تساوي اكس ناقص 1 في اكس ناقص 1 زائد الباقي اللي هو 4، وتحصلنا هنا على هذه اكس مربع ناقص اكس زائد 5، والداله هي اكس مربع ناقص اكس زائد 5 على اكس ناقص 1. اذا نقسم هنا على اكس ناقص 1 حتى نتحصل على عباره الداله اكس، ونقسم هنا على اكس ناقص 1. إذا ماذا تعطينا الآن؟ تعطينا إكس ناقص 1 في
هي x ناقص 1 على x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 1. x ناقص 1 تختزل لتعطينا x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 1، يعني مثل الطريقة السابقة، وهذه الطريقة هي طريقة القسمة الإيقليدية، وأظنها أسرع من الطريقة الأولى لأنها بسيطة جدا. هناك طريقة ثالثة أيضا، هناك طريقة ثالثة أيضا، طريقة ثالثة طريقة ثالثة وهي طريقة هورمي، طريقة هورمي، طريقة هورنر أو أورنر، طريقة هورنر. لدينا هنا x مربع ناقص 2x زائد 5، نريد أن نقسمها على x ناقص 1، يعني هذه الطريقة تم التطرق إليها في حصة ماضية. المعاملات توضع هنا، معامل x مربع هو 1، معامل x هو ناقص 2 وهنا 5. هذه الخانة تبقى فارغة وهذه الخانة تبقى فارغة، وهنا قلنا نضع الصفر. هنا ماذا نضع؟ نضع عكس إشارة هذا العدد، هنا ناقص 1 عكسها كم هو؟ كم يساوي؟ واحد. إذا نضع واحد. لو كان x زائد 1 هنا لوضعنا هنا ناقص 1، واضح؟ إذا ثم نقوم بعملية الجمع، 1 زائد 0 تعطينا 1، 1 في 1 تعطينا 1، ثم نجمع ناقص 2 زائد 1 تعطينا ناقص 1، ناقص 1 في 1 تعطينا 1، ناقص 1 في 1 تعطينا ناقص 1، و5 ناقص 1 تعطينا 4، وهذا هو الباقي. إذا x مربع ناقص 2x زائد 5 تساوي x ناقص 1 مضروبة في معامل x والعدد الآخر. المعاملات هي هذا، هذا الواحد هو معامل x، يعني 1 في x، وهنا تعطينا ناقص 1 زائد الباقي اللي هو زائد 4، يعني مثل الطريقة الماضية عندما نقوم بالقسمة هنا على x ناقص 1، نقوم بالقسمة هنا على x ناقص 1 بعد الاختزال تعطينا fx تساوي x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 1. إذا هذه الطريقة، الطريقة الثالثة هي طريقة هورنر، والطريقة الثانية هي القسمة الإيقليدية، والطريقة الأولى هي توحيد المقامات والمقارنة. التلميذ ليس مطالب بأن يحل التمرين بثلاث طرق، وإنما التلميذ مطالب بأن يحل بطريقة صحيحة، لذلك له خيار أن يختار الطريقة الأسرع والأسهل. هو ليس مطالب بأن يحل بطريقة هورنر أو بالقسمة الإيقليدية، لكن التلميذ مطالب بالنتيجة أنها تكون صحيحة، لذلك له الخيار في اختيار الطريقة التي يشاء. الآن السؤال الأخير وهو استنتاج أن سي إف يقبل مستقيم مقارب مائل في جوار جرم الآية. هذا سؤال بسيط جدا، واستنتاج فقط يعني من العبارة السابقة، يعني السؤال السابق نستنتج أن سي إف يقبل مستقيم مقارب مائل. لدينا إف إكس تساوي x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 1، ولدينا من جهة أخرى نهاية 4 على x ناقص 1 لما x يؤول إلى الزائد من النهاية أو النقص من النهاية تساوي 0، لأنه يعني عدد على من النهاية يؤول إلى 0. إذا نستنتج أن المستقيم إيكدلات ذو المعادلة إيكدلات تساوي x ناقص 1 هو مستقيم مقارب مائل لسي إف بجوار المعنى النهاية، يعني بجوار الزايد من النهاية والنقص من النهاية، بجوار الزايد من النهاية وبجوار النقص من النهاية. هذه القاعدة تشبه الملاحظة السابقة، يعني f x تساوي a x زائد b زائد c على x ناقص 1 تشبه في الملاحظة f x تساوي a x زائد b زائد h x.
ولدينا h x تساوي صفر اللي هي c على x ناقص 1 تساوي صفر، وبالتالي المستقيم بالمعادلة x ناقص 1 هو مستقيم مقارب مائل اسعاف بجوار الملل النهائي. f x تساوي 2 x مربع زائد 9 x زائد 9 على x زائد 4، وأعطي مجال التعريف d f تساوي ناقص 4 زائد ما النهاية، يعني على هذا المجال فقط. السؤال هو بين أن المستقيم دلتا بالمعادلة y تساوي 2 x زائد 1 هو مستقيم مقارب مائل لسئاف بجوار زائد من النهاية. إذا في هذا التمرين، يعني يختلف عن التمرين الماضي قال عين أعداد حقيقية A B C ثم استنتج. الآن قال بين أن المستقيم y تساوي 2 x زائد 1 هو مستقيم مقارب مائل. إذا الطريقة هي y تساوي 2 x زائد 1، هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل لسئاف بجوار الملا نهاية، يعني نهاية f x ناقص هذا المستقيم هو 2 x زائد 1 لما x تؤول إلى زائد ملا نهاية تساوي إلى صفر. الآن نقوم بحساب نهاية الفرق عند زائد ملا نهاية، إذا وجدناه صفر فهذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل. إذا لدينا f x ناقص من x زائد 1 تساوي 2 x مربع زائد 9 x زائد 9 على x زائد 4 ناقص هذا المستقيم 2 x زائد 1، هذا العبارة على 1. إذا نقوم بتوحيد المقامات تساوي 2 x مربع زائد 9 x زائد 9 هذه في 1 ناقص هذه العبارة في هذه 2 x زائد 1 في x زائد 4 على x زائد 4 تساوي. الآن نقوم بعملية نشط، لدينا 2 x مربع زائد 9 x زائد 9 ناقص 2 x في x تعطينا 8 x مربع، 2 x في 4 تعطينا 8 x، 1 في x تعطينا x، 1 في 4 تعطينا 4 على x زائد، إذا تساوي x زائد 4. لدينا هنا 2 x مربع زائد 9 x زائد 9 ناقص 2 x مربع، 8 x زائد x تعطينا 9 x في الناقص تعطينا ناقص 9 x، وهنا تبقى ناقص 4. إذا ناقص 2 x مربع، 8 x زائد x تعطينا زائد 8 زائد 9 x في الناقص تعطينا ناقص 9 x، وهنا ناقص 4. إذا تساوي على x زائد 4، 2 x مربع ناقص 2 x مربع تساوي 0، 9 x ناقص 9 x تساوي 0، و 9 ناقص 4 تعطينا 5 على x زائد 4. إذا هذا الفرق أعطانا 5 على x زائد 4. لو نقوم الآن بحساب نهاية الفرق f x ناقص 2 x زائد 1 لما x تؤول إلى زائد ملا نهاية تساوي نهاية 5 على x زائد 4 لما x تؤول إلى زائد ملا نهاية، وقلنا بأن عدد ملا نهاية نهايته تساوي صفر. إذا هذا المستقيم ما دام هذه نهاية الفرق تعطينا صفر، إذا هذا المستقيم 2 x زائد 1 هو مستقيم مقارب مائل لسئاف بجوار زائد من النهاية.